أحسن الله إليكم. أخيرا يقول هذا السائل شيخ أيضا عن البدع التي تدخل الفروض الخمسة أركان الإسلام، هل تبطلها؟ وهل الذكر الجماعي بعد الصلوات يمس ذات الصلاة؟ البدع تختلف، منها ما يبطل الصلاة، البدعة الشركية ودعاء غير الله والاستغاثة بالأموات هذه تبطل الصلاة، وبدعة لا تبطل الصلاة لكنها محرمة وفيها إثم كالدعاء الجماعي، هذا لا يبطل الصلاة لكنه محرم وفيه إثم لأنه بدعة. نعم.